التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأرمني فاهان خاتشاتوريان، وذلك على هامش انعقاد الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا. اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما التقى السيد الرئيس على هامش أعمال القمة السيدة سامية حسن رئيسة تنزانيا. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الجانبين أكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد يوناس جاهار ستورا رئيس وزراء النرويج. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيدة هاريس نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للسيد الرئيس، وهو ما بادله السيد الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن. وخلال اللقاء أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.